وزير خارجية كوسوفو أنور خوجة يدعو صربيا إلى توقيع معاهدة سلام مع بلاده التي كانت فيما مضى أحد أقاليم صربيا، وذلك في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها مسؤول بارز في كوسوفو إلى بلغراد. خوجة وصف زيارته لبلغراد بتاريخية، قائلا إنها تثبت أن اتفاق تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو بوساطة الاتحاد الأوروبي أصبح قريبا من التفعيل، وأضاف إن نتائج الحوار يجب أن تفضي إلى معاهدة سلام تشمل الاعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة، مما يسمح لكوسوفو بالحصول على عضوية الأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية والإقليمية والدولية المختلفة. بدوره وزير خارجية ألبانيا ديمتري بوشات رحب بهذه الزيارة التي تأتي بعد أيام قليلة من وقوع أحداث شغب بين لاعبي منتخبي البلدين، بعدما جاءت طائرة من دون طيار تحمل العلم الألباني أرجاء الملعب، وهو ما استفز اللاعبين الصرب والجماهير المتواجدة. وقال بوشات: شؤون الدولة لا يمكن أن يحكمها الشغب، لا يمكن أن تحكمها مباراة في كرة القدم، علينا تشكيل الرأي العام، لذا فقد صوت لنا كي نتقدم ببلادنا إلى الأمام. وقد أدى هذا الاستفزاز إلى توتر حاد بين بلغراد وتيرانا وإرجاء زيارة رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما إلى صربيا 3 أسابيع، والتي كانت ستعتبر الزيارة الأولى لرئيس حكومة ألبانية في غضون 68 عاماً.